كتدخل بسيط غادي يغرق السفينه هذيك الدخول البسيط يدخل الماء وتعود السفينه كامله اللي كتوزن الاطنان ممكن تغرق هذيك الثقب البسيط اللي ما جيت اكثر من 10 ديال السنتيم فاياك ان تستهين من الاخطار من العيوب تكون ما فيها بال دم صغير زدت اشوف الناس شنو كيعملوا انا ما كنعمل والو انا كنعمل غير هاد الدم انا متلاعب هاد العاده هادي قالوا عليها من الصغائر هادي مكروهه ماشي حرام غير مكروهه هاديك مكروهه ممكن تسبب لك في مصائب لهذا كان يقول عليه اياكم وحقا فانهن يجتمعن على الرجل حديث ايها الاكلام النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم أنه سيأتي قوم سيستهينون بمحق رزقهم على في الرواية الأخرى أنه كتجتمع على اللعب بحال ديك اللعوات صغار هي عواد صغار وجعل فيهم العافية